السلام عليكم الزلفلاون، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم الرياضيه والاخباريه جياس كاخبار تي في التي تاتيكم دائما بالحصري والجديد وكل ما هو جديد على اخبار شباب القبائل حصريا وعاجلا. يعني ظهور تم الظهور القرعه، يعني المجموعه الاولى تاع شبيبه القبائل، ظهور القرعه كما راكم تشوفوا. المجموعه الاولى عندنا الوداد المغربي، عندنا بيترو لواندا، وكاينه شبيبه القبائل، وكاينه فيطا كلوب. يعني هادو هما المجموعه الاولى تاع شبيبه القبائل اللي طاحت معها في دوري ابطال افريقيا، قرعه رابطه ابطال افريقيا للمجموعه الاولى. هذه هي عندنا الوداد المغربي، عندنا بيترو لونادا، وكاينه شبيبه القبائل، وكاينه فيطا كلوب. يعني نتمنوا ان شاء الله التوفيق لشبيبه القبائل، ان شاء الله يا ربي يديروا ريزلتا، ماذا بينا ان شاء الله يشرفونا صراحه وتولي ان شاء الله المكانه وتولي الهيبه تاع شبيبه القبائل كما كانت بكري. مالغري خاوتنا العام تاع السنه فقدونا الامل صراحه، والله فقدونا الامل، غير طيحات ورا بعضهم، طيحه ورا اختها، ولكن احنا نتمناو فقط. هذه مجرد امنيه، هذه مجرد امنيه. وتحياتنا للناس شبيبه القبائل وين ما كانوا، داخل الوطن الجزائري وخارج الوطن الجزائري، نحييكم من هذا المنبر والسلام عليكم ورحمه الله، وخليونا الاراء تاعكم والتوقعات في التعليقات.